بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. النهاردة هناخد ليسون دو، الدرس الثاني، إيدونتيفيي دو ليون، يعني تحديد هوية الأماكن أو إن أنا أعرفها. هتعلم الدرس ده حاجات كتير زي الجنسية، زي طبعا إن أنا هتكلم عن بعض البلاد وأبدأ أعرف اللغة بتاعتها وأبدأ أعرف العملة وحاجات كتير حلوة في الوحدة دي والدرس ده. أن بي يعني بلد، أن كونتونو يعني قارة، أن أبيتون يعني أحد السكان ساكن، يعني أوسيان يعني محيط، مونيمون أثر، كوريسبوندون مراسل، إيغو العملة بتاعت الاتحاد الأوروبي، عندنا إيغو، دو ميسال، دو ميسال يعني المسكن، الإقامة، المكان اللي أنا بأقيم فيه. فيل يعني مدينة، إن فيلا، إن كابيتال، لونج يعني لغة، ولها معنى كمان اللي هو لسان كعضو من أعضاء الجسم. ناسيوناليتي، كارتا، فيشا، موني، ليفر إيجيبسيان، إلا، أورجين معناها أصل طبعاً. أمريكا دي نور، أمريكا دي سود، أوروبا، آسيا، أفريكا، أوسيني اللي هي قارة، أوقانوسيا اللي هي الأنتر تركيا دي اللي بيقولوا عليها دي، بوبيلاسيون اللي هو سكان، بوبيلاسيون، بوزيسيون يعني موقع، بوزيسيون مكانة، كلمة بوزيسيون برضو، لوكاليزيون تحديد الموقع نفسه أو المكان، اسمه لوكاليزيون، جاية منها كلمة لوكيشن اللي احنا بنستخدمها كتير. فيزيتي شيرشي، لونجي يعني يسير بمحازة، لونجي، لوكاليزي، دوني سور، Voyager, se déplacer, يتنقل, se situer, se trouver, partir, venir d'où, vivre. عندنا بعض الصفات وحروف الجر، وعندنا زي official, différent, famous, ده المؤنث طبعا، étrangère, historique, توريستيك، شك، احنا عارفين ان شك معناها كل، وبيجي بعدها دايما اسم مفرد بدون اداه. اوتر يعني اخر، او ميليو دو في وسط، او سنتو في وسط، على ويستا، او نوردو، او سود دو، اتر ستوي، اتر دورجين، سيرفير سور انترنت. طبعا أوسوني بيقول لي قارة بتضم استراليا والجزر القريبة منها. طبعا هنا القارات بتاعة العالم، أمريكا دو نور، أمريكا دو سود، أوروبا، عندنا أفريكا برضو، القارة اللي هي أوسياني، القارة اللي هي بتشمل استراليا والعواصم بتاعتها وبعض الجزر المقربة. هنا حطيت لي القارة، وطبعا افريق مثلا، افريقيا دي الصفه بتاعتها، حطت الكاميرون، حطت موريتانيا، كينيا، السنغال، تونس، الجزائر، وحطت العاصمه بتاعتهم واللغه. دول هنقروا كويس جدا من عندنا. الهند طبعا نيودلهي مثلا، لو اندي، بلاحظ ان كلمه اندي القش هنا منطوقه. طبعا الفلبين طبعا والعاصمه بتاعتها واللغه. عندنا يعني الدرس ده بيعتبر فيه كلمات كتير خاصة بالدول، هنحفظها نبدأ نشتغل عليها، أو على الأقل خالص إن احنا ناخد بالنا قوي منها،
وناخد بالنا من اللغة والعاصمة بتاعت البلد. مثلا البرتغال لما اقول لك هتقول لي سبون، بلجيك ده بروسل، المانيا طبعا هقول برلين وهكذا. طب بتكلم ايه؟ المان. طب مثلا سويس، سويسرا، بيرن والعاصمة بتاعتها اهي، وبتتكلم فرنساوي، يعني اخد بالي من الحاجات دي. برضو استكمالا هنا باخد نفس العملية، حطيت لي ملاحظات ان انجلترا من اهم الدول بتاعت ريوميني اللي هي المملكة المتحدة. هولندا، واخد بالي ان هولندا الحرف العاشر فيها طبعا ده حرف منطوق، من اهم اقاليم الرياض، الاقاليم الاراضي المنخفضه، البيبا اللي هي طبعا الاقاليم المنخفضه. روسيا طبعا من اوروبا وطبعا اسيا، يعني هي اسيويه اوروبيه، فهي ممكن تتحط في الاثنين. طبعا عندنا برضو أسماء الدول المنتهية بأو غالبا ما تكون مؤنثة، ما عدا مكسيك، زيمبابوي، كامبوج، موزمبيق. عندنا بعض الدول المنتهية بحرف الأس، فطبعا هي جم، وطبعا عندنا إيتازوني وإمارات فلبين البيبا، إيتازوني الولايات المتحدة، الإمارات فلبين جزر الفلبين طبعا، والبيبا اللي هي هولندا أو البلاد المنخفضة. عندنا الدول الجزر فهي لا تسبق بأداة، تحط قبلها دايما على طول، بتتقال على طول، يعني احنا لسه مش هناخد حرف الجر دلوقتي. كوبا، مالطا، شيبرا. عندنا لو الجزر بقى مجموعة زي جزر الأنتاي كده والبهاما والحاجات دي، فدي جزر طبعا بتاخد دايما مع أداة معرفة جامعة قبلها. عندنا المدن، المدن ما بحطش أداة قبلها، بس القاهرة، الفيوم، سينا، أفاغ، باز، أفان، بنحطه قبلهم طبعا أداة. للتعبير عن اللغة اللي بنتحدث بيها بستخدم إحدى الطرق التالية، أقول جي بارل فرونسي، أنا بتحدث فرنساوي، أو جي بارل لو فرونسي، أنا بتحدث الفرنسية، أو جي بارل لا لونج فرونسيز، أنا بتحدث اللغة الفرنسية. وممكن اقول جو بارل ان فرونسي لو انا مش ناطق باللغه نفسها، انا بتحدث بالفرنسي. هنا بقى بيسالني بعض الاسئله وبيقولوا لو كير، القاهره طبعا عاصمه مصر، المانيا بتكون بلد اوروبيه اوروبيان، وبعدين ايه اللي في دول قاره؟ فطبعا لافريكا اي كان كونتينون. طبعا استراليا، استرالي دي بلد. اللغة بتاعت سويسرا، سويسرا طبعا لغة سويسرا هي الفرنسي، الفرنساوي. الاسبانيول، الاسباني هي لغة ايه؟ طبعا الاسباني طبعا هي لغة المكسيك هنا زي ما بنقول. إلى كابيتال دو لا فرانس، يبقى باريس، باريس هي عاصمة فرنسا طبعا. في استراليا احنا بنتكلم ايه؟ استراليا نفسها طبعا، انت هتاخد بالك ان في استراليا احنا بتكلم الانجلي، الانجليزيه طبعا. ايه مدينه اسبانيه؟ طبعا مدريد مدينه اسبانيه، احنا عارفين ده كويس. لو فيمينا ديز ادجكتيف دي ناسيوناليتي، طبعا انا بقول ان الدرس ده معتمد على القراءه والحفظ الجيد. اما نقوله بار اكزامبل انا عايز انس صفه، فبانسها دايما باضافه اف اخرها، زي ما اقول فرونسي، فرونسيز، فرونسي، فرونسيز، او الانجلي، انجليز، ليباني، ليبانيز، سنغالي، سنغاليز، جابوني، جابونيز، برتغي، برتغيز. نفس العملية هنا، شينوا، أمريكا، ماروكا، مكسيكا، إسبانيول، ألمان. أما لو الصفة انتهت بـ إي أو إن فبزود إن أو ليها، زي ما أقول إيجيبسيا، تونيزيا، كنديا، بريزيليا. طبعا إيجيبسيا، إيجيبسيان، وهكذا. في صفات ما بتتغيرش زي كلمة بلج، سويس، سويسري، وكلمة روس. في صفات بيتغير شكلها زي جريك وترك، تيرك. طبعا عشان اتكلم عن الجنسية بجيب فيرب اترو، اقول جان فرونسي او ماري فرونسيز باستخدامي للصفات الجنسية، واستخدم قبلها فيرب اترو. ممكن بقى استخدم اتر معاها كلمة دورجين، ودورجين بيجي بعدها صفة مفرد مؤنث، يبقى خد بالك ان اورجين بيجي بعدها صفة مفرد مؤنث. اما اقول كلود، كلود ده اسم ولد، ايه دورجين ايطاليان، بيكون من اصل ايطالي، من اصل
ايطالي، يبقى اخد بالي من الحته دي قوي. كلود ايه دورجين ايطاليان، يعني كلود بيكون من اصل ايطالي، او كلود ايه جان سون دورجين ايطاليان بيكون من اصل ايطالي، كلود وجان من اصل ايطالي، دول جامعه اهو، بس حطينا كلمه اورجين، وبناء على كلمه اورجين دي الصفه اللي بعدها تيجي مفرد مؤنث، وما لناش دعوه باللي قبل كده. برضو كلمه افوار لا ناسوناليتي، افوار لا ناسوناليتي يعني يمتلك جنسيه، طبعا هجيب برضو الصفه الجنسيه مفرد مؤنث عشان هي تتبع كلمه لا ناسوناليتي. رامي لا ناسوناليتي ايجيبسيان، رامي بيكون جنسيته مصريه. Ils ont la nationalité égyptienne. هم يمتلكوا جنسية مصرية. يبقى nationalité و être d'origine بيجي معاهم صفة جنسية مفرد إيه؟ مؤنث. أما أقول la nationalité de Jean et de Claude est française، يبقى فرنسيس هنا عايدة على كلمة جنسية. Jean est de nationalité française. Il est indien، هو هندي. Sa nationalité est indien. تستخدم صفات الجنسية المذكر كاسم للدلالة على السكان، وهتبتدي دايما بحرف كابيتال كبير ماجيسكال. أما نقوله عندنا لي فرونسي سون جونتي، يعني الفرنسيين بيكونوا لطاف، يبقى هستعمل صفة الجنسية المذكر على إنها إيه؟ بتدل على الساكن نفسه الأبيتون. بس هبتدي دايما الحرف الاولاني ايه؟ ماجيسكال. ماجيسكال يعني هبتدي كابيتال كبير عشان يدل او يعرفني الفرق ما بين الصفه وما بين الاسم. الي هو بيكون جابوني ياباني، هختار مذكر. اخت انطوان بتكون ايطاليان ايطالية، اختار المؤنث طبعا لان انا بتكلم عن اخت. سي جارسون هذا الولد يكون شنوا. والد سارة من أصل، طالما في كلمة أصل خد على طول المؤنث يبقى إيجيبسيان. إلي هو بيكون إسبانيول. مونكوبان ريكاردو يعني أخويا ريكاردو، إيه بيكون طبعا أنا بتكلم صديقي برضو رفيقي أو صديقي، هنا طبعا هختار مذكر يبقى بريزيليان. روبرت إيه فرنسي لأن روبرت ده اسم ولد. كريم لا ناسوناليتي يعني كريم جنسيته إيجيبسيان طبعا مصرية إيجيبسيان. جان إيه دو ناسوناليتي، جان بيكون من جنسية طبعا برضو هختار المؤنث تبقى فرنسيز. إلي ماروكا هو ماروكا يعني مغربي. ساكوزين بنت عمه بتكون ماروكان مغربية. أليشا إيه ما كورسبوندونت، ها أنا عايز حاجة مؤنث لأن بتكلم عن كورسبوندونت ومراسلة، يبقى دي مؤنث، يبقى هختار أنديان اللي هي هندي. ايه ده ايه دورجين، طبعا هنا لما اجي اختار هختار طبعا اورجين، اورجين عايزه مؤنث يبقى اختار كلمه بلج. طيب عندنا بعد كده جين كوبين، انا عندي رفيقه او صديقه على من على النت، جابونيز مؤنثه طبعا لان كلمه انسيبر كوبين، انسيبر كوبين يعني رفيق. مانوفال سيبر كوبين رفيقتي الجديده على النت او صديقتي الجديده على النت. نينا ايه بتكون شنواز صينيه لان بتكلم عن مؤنث. طيب لو كورسبوندون يعني المراسل دو مارج ري اي هنا المراسل مذكر يبقى انا هختار مذكر يبقى انجلي. طيب لو كوزان دو لامي ابن عم، طبعا عندي دايما قاعده بتقول لي لو في اسمين ما بينهم دو يبقى انا دايما شغلي على الاسم الاولاني، يبقى هنا هاخد سوداني سعوديان، سعوديان هنا سعودي برضو سعودي. لاميدو ماري يعني صديقة ولا صديق هنا أمي، أمي مذكر، صديق صديق ماري بيكون معلش عشان الوقت متأخر ممكن أكون ملخبط شوية. لاميدو ماري يعني صديق ماري، أنا دايما بهتم زي ما قلنا بالاسم الأولاني يبقى هختار مذكر عشان كلمة سامي سويس عشان أمي، أمي صديق مذكر. هنا بيقول لي ريمبلاس استبدل النقط بأدجكتيف ناسيوناليتي بي اي دو اولا لونج كونفينال. طيب تعال نشتغل على التمرين ده وححله وبعدين نشتغل عليه انا احنا جبناه ازاي. هنا لما حلينا التمرين ده قول مونامي صديقتي من انجلترا، يبقى هي انجليزي. صديقتي او زميلتي من المانيا وهي المانيه. هنا جاري بيكون من اسبانيا عشان هو اسباني. هنا طبعا مارك بيكون استرالي من استراليا وهو استرالي. تيو بيكون فرنسي، فرنسي طبعا.
وهنا طبعا من مصر محمد صلاح، وبعدين بعدها صوفيا طبعا ايطاليا، ايطاليا يعني ايطاليه نادي تي، وبعدين صديقي من الصين. في بعض الافعال الهامه هناخدها فيرب ابيتي، ابيتي يعني يسكن، اتر طبعا يعني يكون، الي يعني يذهب. طبعا فيرب ابيتي باخد بالي منه انه مجموعه اولى، جابيت تي ابيت ايل ال ابيت نوز ابيتون فوز ابيتي ايل زابيت ال زابيت. اتر عندنا ده فعل مهم جدا، انا ما اقول جو سوي تي ايل الي نو سون فوز ات ايل ال سون، جو سوي تي ايل الي نو سون فوز ات ايل ال سون. فيرب الي جو في تي فا ايل ال فا نوز الو فوز الي ايل ال فون. فأول جملة بيقولي جو سوي، ده تصريف، جو سوي ماروكان يعني أنا مغربي، جو سوي ماروكان. الجملة اللي بعدها تو أبيتو، تو طبعا هختار التصريف الصح مع تو. ما فيل مدينتي، مدينتي تعدل الضمير ال هي، يبقى ناخد اي مدينتي تكون كبيرة. سيلين تسكن، سيلين بتعادل هي، تبقى تاخد أبيت. اللي بعدها تو، تو فا طبعا ده التصريف الصحيح مع فيرب الي. فوز ابيتي انا فعل في اخر او زاد، فوز ابيتي على كومبان يعني انتوا بتسكنوا في الريف. ساندرا اي جان، جان الاثنين مع بعض يعادلوا ضمير الى فيك اس، فهناخد فون. نو ها نو اسبانيول، نو سوم اسبانيول، نحن بنكون اسبانيين. مسيو بيير او فو زالي، اين ستذهب؟ فو طبعا هاخد ابيتي، وبعدها طبعا ميزامي تعادل الضمير الى فيك سون فرونسي بيكونوا. تي يي انت بتكون من اي جنسيه او بتملك اي جنسيه، هنا تملك طبعا ليه؟ لان هنا احنا قلنا لو دو كال ناسوناليتي خد فيرب اتر معاها، اما كال ناسوناليتي فباخد معاها فيرب افوار. تون كوبا صديقك دو كال اورجين، من اي اصل، يبقى تكون، خلي بالك انت، خلي بالك من دو، حرف جر الدو اللي قبل كال بيفرق في المعنى، من اي جنسيه تكون ولا اي جنسيه تملك. في الجزء ده مهم، وانا سايب فيديو للحروف الجر مشروحه ببساطه شويه، ممكن تكون اسهل، لكن هنا لذيذه برضو. اون بتيجي مع اسماء الدول المؤنثه، والمؤنثه في اخرها او. اسم الدولة مفرد مذكر بس تبدأ بحرف متحرك زي إيراك وإيران أوروغواي. طيب أسماء القارات كلها تاخد أون. طب حرف الجر أ بيجي مع الجزر المفرد والمدن زي كوبا وشيبر ومالت وباريس ولندن وبوردو وكان وألافان وألا باز، بس تاخد بالك من لا قبل أفان وباز. طيب او بقى بتيجي مع المذكر، الدول المذكر بس تبدا بحرف ساكن زي ماروك برتغال فيتنام شيلي. عندنا او كمان بتيجي مع المدن المذكر زي كار القاهره الفيوم سينا افار والدلتا. طيب عندنا او بقى الجمع دي بتيجي مع الدول الجامع زي ايتازوني زي بيبا، الجزر الجامع زي الانتيل، الامريكتين طبعا. هو بيقول لي اسماء المدن اللي بتنتهي باكس او زد او اس كلها تصبح بعض زي باري لوند بروسيل كان نانت اتين امان بوردو السويس كل. اما فيه طبعا قاره امريكا الشماليه والجنوبيه تصبح بعض، لكن لو اجتمعوا الاثنين نحط او امريك دونور، لكن او زابريك الامريكتين. تعالوا نحل التمرين اللي عليه وابدا طبق وشوف الدنيا معاك ماشيه ازاي. نوزالو او كاميرون، لان الكاميرون دي من الدول المذكر المبدوءه بحرف ايه ساكن. او كندا نفس العمليه، كندا من الدول المذكر المبدوءه بحرف ساكن. باري طبعا باريس، طبعا باري عندنا هتاخد اه لانها مدينه. مكسيك دي دوله مذكر تنتهي بأو في الاخر، مكسيك. اسبانيا طبعا هتاخد اون، بدا بحرف متحرك ومؤنث كمان. جريس اليونان تاخد اون لانها مؤنث. كاتيافا فلبين طبعا دي جمع جزر. فيتنام دي مذكر، ما تنساش بقى ان فيرب فيزيتي ما بياخدش حرف جر بعد. ابيت اوتازوني دي جمع طبعا. اند هنا طبعا الهند هتاخد اون لانها بدا بحرف متحرك. امريك بتاخد اون لانها بدا بحرف متحرك. نيس دي مدينه تاخد اه، مدينه نيس. الفيوم مدينه بس بتاخد او لان احنا قلنا القاهره والفيوم وسينا
هو افار والدلتا. مي بارون والدي بيذهبوا ايطاليا، ايطاليا دولة بس مبدوءة بحرف متحرك. موسكو دي مدينة طبعا تاخد اه، البرازيل دي دولة ولكن مذكر تاخد او. مدريد طبعا دي مدينة. بيبال دول منخفضة، البلاد المنخفضة اللي هي هولندا هتاخد او لانها جامع طبعا. برشلونة طبعا او برشلونة هتاخد اه لانها مدينة. لندن برضو هتاخد اه على اساس انها مدينة منتهية بحرف اس، بس هي مدينة في الاخر. داكو. هنا بقى كل وكل مدن معناهم ما او اي، وبتسأل دايما عن التمييز او النوع. هنا بقول كاليتا ناسوناليتي، جو سوي ايجيبسيا، ما جنسيتك؟ انا مصري. كال ناسوناليتي تيا، اي جنسية تملك؟ ها لاحظ كل حاجة ماشية ازاي عشان هيجي لك اسئلة عنها. جي لا ناسوناليتي ايجيبسيان، يعني انا جنسيتي مصرية. دو كال ناسوناليتي اي تو، من اي جنسية تكون؟ جو سوي دون ناسوناليتي ايجيبسيان، انا من جنسية مصرية. كلي تون بيي، ما بلدك؟ لو جبت مون بيي. ها ركز في الأسئلة دي عشان هتلاقيها في الإيميل عندك. أو معناها أين، ودي بسأل بيها عن المكان. أو تابيت، أين تسكن؟ جابيتو كير. أو ستروف لو كير، لو كير ستروف أن إيجيبت، يعني مصر بتوجد في القاهرة. تعال أول واحدة، أو ستروف باريس، أين توجد باريس؟ اللي بعدها أليفو، يبقى أين تذهبون؟ أليفو يبقى أين تذهبون. اللي بعدها دو كيل ناسيوناليتي، كيل طبعا مؤنث، كيل هنا مؤنث عشان لغة لونج تي بار. أين تقع مصر على الخريطة؟ يبقى أو. كيل فيل، أي مدينة؟ يبقى كيل مؤنث هنا عشان أنا بسأل عن مدينة مؤنث. كليلا كابيتال دو لاسبانيا، يبقى كيل عشان أنا بسأل عن عاصمة، عاصمة دي مؤنث. أورجين، أورجين برضو مؤنث، هنختار كيل. سير كيل كونتينو، على أي قارة؟ هختار كيل مذكر عشان كلمة قارة هنا مذكر. أم فاكونس، في الأجازة أنت بتروح فين؟ يبقى أو طبعا هتبقى واضحة قدامنا هنا. ميكوبا، أصدقائي أبيت دون، بيسكنوا في، ها اي بلد؟ بلد طبعا عندنا هنا طبعا مذكر، هنختار كال. اي لو نو دو مون كارتيير، طبعا هنا اسم الحي بتاعي، فهيبقى طبعا هنا ما اسم الحي؟ انا بسأل عن الاسم، يبقى هختار كال مذكر. العملة لما اسأل عنها اختار كال مؤنث. كل الأسئلة اللي احنا ترجمناها قبل كده وخدناها بدأت تتلخص في الصفحة دي. على أي قارة توجد فرنسا؟ فاحنا قلنا فرنسا ستروف ان اوروبا، او ستروف لوجيبت، أين تقع مصر أو توجد؟ لوجيبت ستروف في نورد أفريقيا، يعني بتقع في شمال أفريقيا. طبعا عشان أسأل عن الجنسية، كاليتا ناسيوناليتي، جو سوي فرونسيز، أنا فرنسية. كال لونج بارلتي، اي لغات تتحدث؟ جو بارل فرونسي لالمون. الاسئله دي هتلاقيها عندك في الايميل، ويقول لك جاوب عليها، هتلاقيها في الاختياري، فلابد تذاكرها بعناية. بور سان فورمي سيغ لا موني دامبيي، للاستعلام عن عملة بلد، بقول كاليلا موني دو لا فرانس، يعني ما عملة فرنسا. وهقول لو اوروبا اي لوريو، لورو اليورو هو عملة دولا فرانس، فرنسا. طيب لاحظ بقى الصفحة دي لابد تقراها بعناية كاملة. استعلم عن مكان مدينة، تقول ايه؟ ها صديقك بيستعلم عن مكان بلدك، فايه؟ وهكذا. الجمل دي هتطلع منها بعد الترجمة بتاعتها الجيدة بانك لامم الدرس مرة تانية بطريقة جميلة. الايميل والموضوع وصف البلد، اكتب عن بلدك او قدم صديق، بس طبعا الصديق ده هيكون من جنسية مختلفة، وهتكلم عن مدينته، وهتكلم عن اللغة بتاعته، وممكن اتكلم عن عملة بلده، نفس الموضوع. تعالوا هنا بقى نحل التمارين دي، كلها حاجات لابد انت تذاكرها كويس وتحفظها، تحفظها ايا كان اسلوبك في الحفظ، بس احفظها واحفظها كويس. تعالى بقى ناخد القطع اللي قدامنا، او القطعة مكتوبة عندنا او فاتي او فوزابي. او فو زابيتي، زي ما بيقولوا ماكسيم بيقول ايه؟ ماكسيم بيقول جابيت باغي، انا بسكن في باغي. جو سوي فرونسي، انا فرنسي. ما ميزون، منزلي. اي بري دو مون ليسي، بيكون قريب من مدرستي. سي بوركوا، لهذا. جي في او لوسي ابيي، اذهب المدرسه على الاقدام. اما جوان بيقول جابيت لندن، انا بسكن في لندن، انجلترا، في انجلترا. جي سوي انجلي، انا انجليزي. جي سوي ميدسان، انا طبيب.
جو ترافاي دون زان اوبيتال، انا بشتغل في مستشفى، ماشي، بشتغل في مستشفى اون نور دو مافيل في شمال مدينتي. اما نبيل بيقول جو سوي ايجيبسيان، انا مصري، جابيتا لوكسور، انا بسكن في لوكسور دون مافيل في مدينتي. جو فوا بوكو دو توريست، ارى كثيرا من السياح دي ديفيرونت ناسيوناليتي، من جنسيات مختلفه. سي توريست، هؤلاء السياح فيان اون فيغ، بياتوا في الشتاء بور فيزيتور لي مونيمون، لزياره الاثار. نبيل منين؟ بيسكن فين؟ في لوكسور. السياح بيجوا الأقصر عشان إيه؟ يزوروا الآثار بتاعتها، بورفوار سي مونيمون، ليروا آثارها. أيوة هي، ليروا الآثار بتاعتها. جون ترافاي دان زان اوبيتال، بيشتغل في مستشفى في شمال مدينته، يبقى أونور في شمال المدينة بتاعته. طيب ماكسيم فا اولوسي، بيسأل المدرسة، هو قال لي أنا ما محتاجش حاجة، فبروح المدرسة على الأقدام سيرا كده عشان المدرسة قريبة. Moi, Anna, c'est Marc, Anna Marc, je suis français, Anna Frenzy. J'y passe les vacances au Maroc, Anna Baadi l'Agaza fil Maghreb, c'est un peu pied au nord-ouest d'Afrique. يعني هي بلد جميلة في الشمال الغربي من أفريقيا. Je suis dans sa capitale, Anna في العاصمة بتاعتها. J'ai fait des promenades dans la nature entre les forêts. يعني أنا بعمل نزهات في الطبيعة بين الغابات. وعندنا لو فلور لي مونيومون، زهور ولي مونتانيا، زهور والجبال. جي برون دي فوتو، انا بلتقط صور افيك ميزامي، مع اصدقائي ماروكان المغربيين. جي مي برون مان ا فيلو، انا بتنزه على الدراجه. لو جيم بارل لاراب لو فرونسي، الناس بيتكلموا عربي فرونساوي. السوسوريون، هما بشوشين. جيم بوكو سادفيل، بحب كتير هذه المدينه. مارك راح المغرب عشان ايه؟ يستمتع طبعا، مش يشتغل ولا يشتري ولا يدرس. المغرب بتكون في افريقيا طبعا. مارك بيكون منين؟ احنا اتفقنا ان هو فرنسي، يبقى بيكون دو فرانس، من فرنسا طبعا. مارك بيتنزه وبيعمل نزهات بتاعته افيلو على الدراجه على حسب القطعه زي ما قال. رانا بعت الندى وبتقول لها عن مدينتي او بتوصف مدينتها، بتقول سالي جو سوي كونتونت، انا مسروره دو تو بارلي دو ما فيل لوكسور، ان انا اكلمك عن مدينتي الاقصر. سيتان فيل توريستيك، انها مدينه سياحيه. الي بري دو اسوان، يعني هي قريبه من اسوان. دون ما فيل، في مدينتي. اليا بوكو دو مونيومون، يوجد كثيرا من الاثار فيزيتي للزياره، كوم لو تامب دو كارناك، زي معبد الكارناك، لا فالي دو روا، وادي الملوك، لي فالي دو رين، وادي الملكات، اتسترا الى اخره. تي بو فيزيتي لوكسور، تستطيع ان تزور لوكسور موا دافريل، في شهر ابريل، كار الفي بو، لان الجو بيبقى جميل. رانا ديكري بتصف مدينتها طبعا، صافيل مدينتها. رانا بتدعو أصدقائها لزيارة مدينتها، أفيزيتي صافيل. رانا بتدعو نادا أفيزيتي لوكسور عن أوتون ولا أوبرنتون، هي قالت في الإبريل، إبريل يبقى احنا هنا في الربيع. في الأقصر الطقس بيكون جميل في إبريل، بو أن أفريل. في القطعة اللي بعدها تروا سيبر كوبا سيبريزونت، يعني ثلاث أصدقاء بيقدموا نفسهم. عندنا أول صديق اسمه شانغ، بيقول بونجور جو مابيل شانغ، أنا اسمي شانغ، جي دي ساتون، عندي 17 سنة، إي جي سوي شونوا، وأنا صيني. جي أدور فوتوغرافي، أنا بعشق التصوير، تصوير بلدي الصين. C'est un Azaï, c'est un Azaï. Moi, j'habite dans la capitale Pékin, je suis dans la capitale. Valérie, بتقول bonjour de France, صباح الفل من فرنسا. Mon Bruno, يوم اسمي فاليري، وجي سوي فرانسيز، انا فرنسية، اي جي بارل فرونسي، واتحدث الفرنسية. لا فرانس اي تان بيي مانيفيك، يعني فرنسا بلد رائعة. بوغ فير دي بيل فوتو، لالتقاط الصور الجميله. جادور لي فواياج، انا بعشق السفر. جاك بيقول سالي، جاك سالي اتوس، يعني سلام عليكم. واسي جاك، انا جاك. جو سوي اوستراليا، انا استرالي. جي سيزون، عندي 16 سنه. جي سيزون، جو بارل انجلي، انا بتحدث الانجليزيه. جي فوتوغرافي كامبرا، بحب اصور كامبرا لا كابيتال، عاصمه بلدي. جادور سيرفير سير انترنت، انا بعشق التصوير على الانترنت، التصفح على الانترنت برضو.
جاك بيتحدث عن ايه؟ عن مهنته حقيقة. سيجو، سيجو يعني ميوله، سيجو يعني الميول بتاعته، سيجو. داكو. فاليري بتكون طبعا فرانسيز، فاليري فرانسيز. ماشي. الجملة اللي بعدها بتقول شانج جام، شانج بيحب التصوير، اللي هي فير دي فوتو دو سون بي اي. ايوه، يبقى فير دي فوتو دو سون بي اي، فير دي فوتو دو سون بي اي. كامبرا، كامبرا طبعا ده اسم ايه؟ ده اسم بلد ولا مدينة؟ لا مدينة طبعا، دي عاصمة استراليا. اللي بعد كده هنتكلم على لا فرانس، اللي هي فرنسا. بنقوله لا فرانس سي تروف على ويست دو لوروب، يعني فرنسا بتوجد في غرب اوروبا. ال دون سور لا مير ميديتراني، يعني هي بتطل على البحر المتوسط. او سود دو لو اوسيان اتلانتيك، في جنوب المحيط الاطلنطي. على ويست، في الجنوب. وايه الاوسيان اتلانتيك؟ والمحيط الاطلنطي بيكون في الغرب. لاسبانيا، اسبانيا بتوجد في الجنوب الغربي من فرنسا. ايطالي او سود ايست، في الجنوب الشرقي. لا سويسرا، سويسرا. اي اليست، اليست يعني ايه؟ في الشرق. اونور في الشمال. اليا دو اليا لا بلجيك، في بلجيكا طبعا. باريس او باري لا كابيتال، بتكون العاصمه. ليون، مارسي، ستاسبورغ. سون لي غراند فيل، بيكون المدن الكبيره. لا بوبيلاسيون دو لا فرانس سيليب، بيتخطى التعداد بتاع السكان بتاع فرنسا، بيتعدى 65 مليون دابيتون، يعني 65 مليون ساكن. العمله طبعا اليورو. ليون بتكون مدينه فرنسيه طبعا. سويسرا بتكون طبعا، هنقوله سويسرا بتكون في الشرق. سويسرا بتكون في شرق فرنسا. تعداد فرنسا بيتخطى 65 مليون، يعني 65 مليون، يبقى 65. في الجمل صح وغلط بقى، عندنا الجملة الأولانية هذه القطعة تتكلم عن الطقس، غلط. مارسيليا بتكون مدينة صغيرة، غلط. بعدين فرنسا بتكون بلد أوروبية، دي صحيح. نيجي بقى للمواقف عندنا وناخد بالنا كويس قوي، لأن المواقف اعتمادها الأول والأخير على الترادكسيون، على الترجمة. إزاي أنا حافظ كلمات، بعرف أوظفها وأترجم كويس، وأخد بالي من السؤال كويس، ومين اللي بيقول ومين اللي بيتقال ومين اللي قال الجملة إلى آخره. تي ديموند سوبر كوبا، اتون سوبر سيبر كوبا، يعني انت بتسال عن صديقك على النت. بريزيليان، برازيلي. لا لونغ بارلي، يعني اللغه المتحدثه. دون سون بيي، في بلده. كاسكي تي دي، هتقول له ايه؟ هتقول له كال لونغ اون بارلو برازيل، اي لغه نتحدث في البرازيل، دي جمله صحيحه. وتقول له فو بارلي لو بورتوغي اي لاسبانيول او برازيل، يعني بتتكلموا برتغالي ولا اسباني في البرازيل؟ طبعا احنا بنتكلم في البرازيل اسباني زي ما قلنا قبل كده. تي ديموند عن توريست، يعني انت بتسال سائح عن جنسيته، فهتقول له ايه؟ هتقول له كلي فوتر ناسيوناليتي، ما جنسيتك؟ او جنسيتك سيكوا؟ شوف انا بروح للسؤال الصحيح، لان الباقي محتاج منك انت ترجمه، وانا عايزك انت تترجم. ها، مجهودك اللي هتعمله هينعكس على مستواك بعد كده. حاول دايما ان انت ينعكس معاك. اي حاجه واقفه قدامك او مش عارفها، ممكن تشترك معانا في الحصص الاونلاين باجر رمزي وبسيط معانا، وتبقى انت مستوعب الجمل اللي قدامك ماشيه ازاي. في الجمله اللي عندنا تي باغ لا تونامي، انت تتحدث عن صديقك، تتحدث الى صديقك الفرنسي عن دوجيب، عن مصر. فكاسك تي دي، انت بتقول له مصر دي بلد جميله؟ والله بلد جميله لحد دلوقتي. وهتقول له الطقس جميل في مصر؟ طقس فعلا لحد الآن جميل، مدعوك ومزور. لا، كل بقى الجمل التانية مش هتنفع معانا. تي دي موندا تون كوبا، انت بتسأل صديقك او الى بيت ان فرانس، يعني اين يسكن في فرنسا. كاس كيلي داكور، وي بتسكن في فرنسا. طبعا هنا في رقم اربعه هروح واخد ايه؟ على ايست دو لا فرانس، في شرق فرنسا. وممكن اقول البلد نفسها، مش هينفع اقوله باريس كذا، لا انا بتكلم عن سكني انا، لابد اتكلم عن نفسي. داكور، هنقف لحد هنا ثواني وبعدين نرجع تاني. داكور. في رقم خمسة، تي ديموند اتون بروفيسور دي جو، انت بتطلب من مدرس الجغرافيا لا بوزيسيون دو ماروك، موقع المغرب. فهتقول له ايه؟ اين توجد المغرب؟ انت
تمام، وهتقول له كمان سيركل كونتينو على اي قاره كونتينو. اللي بعدها توم بيتي فرير اخوك الصغير تي دي موند بيسالك لا كابيتال دو لانجلتير، يعني عاصمه انجلترا، كاسكل دي ماذا هو يقول؟ هيقول لك عاصمه انجلترا هي ايه، وهيقول لك كليلا كابيتال دو لانجلتير، يعني ما عاصمه انجلتر. تي دي موند اتون كاميراد، انت بتطلب بتسال زميلك لا بتسأل زميلك فرنسي الفرنسي عن معلومات عن باريس، كاسكتي دي ماذا أنت تقول؟ طبعا لما هسأله عن معلومات عن باريس فهقول له أين توجد باريس، ماشي، هقول له كمان كم سكان مدينة باريس، ماشي تمام، يبقى هو كده أنا ماشي صحيح لأن أنا بسأل عن معلومات عن باريس. في رقم 8 tu parles de tes activités pendant l'hiver، انت بتتكلم عن انشطتك في الشتاء، فطبعا بتقول je fais du ski، انا بمارس السكي، وكمان je patins sur la glace، يعني انا بتزلج على الجليد. Tu demandes à ton professeur، انت بتطلب من مدرس الجغرافيا وي لو جابون، اين اليابان، ماذا هو يقول؟ فطبعا هو بيقول لك اليابان دي بلد في اسيا، وبيقول لك هي في قارة اسيا، يعني هو بيقول ان هي بلد في اسيا وهي في قارة اسيا. رقم 10 تي ديموند، انت تسأل صديقك الفرنسي عن عملة فرنسا، لا موني دو لا فرانس، عملة فرنسا، فبتقول له كالي لا موني دو لا فرانس، ما عملة فرنسا، وهتقول له لا موني دو فرانس دو لا فرانس سو كوا. تون سيبر كوبان، صديقك على النت ديموند تا ناسيوناليتي، بيسأل عن جنسيتك، فبتقول له أنا بكون مصري، جو سوي ايجيبسيان، أو جو سوي دورجين ايطاليان، أنا من أصل ايطاليان. وبص لتنوع الجمل عندك. تي ديموند اتون امي، انت بتسأل صديقك روم سي كوا، روم هي ايه، كاسكيل دي ماذا هو يقول، فبيقول لك روما دي مدينه ايطاليه، روم ايتان فيل ايطاليان، وكمان بيقول لك سي لا كابيتال دو لا دو لا دو ايطالي، انها عاصمه ايطاليا. الجمله اللي بعدها بيقول هنا تي ديموند اتون كوبا، انت بتسأل صديقك او تي باس تي فاكونس، اين تقضي اجازتك، هو بيقول طبعا ان انا بقضي اجازتي جو في على ما او بور دو لا مير، يعني على شاطئ البحر. في الجملة اللي بعدها هنا في صفحة 181 تي دي موندا تون كوبا، يعني انت بتسأل رفيقك او زميلك عن لا كابيتال دو لا فرانس، عن عاصمة فرنسا، هو هيقول سي باري، انها باريس. تي دي موند ان سيبر كوبا سا ناسيوناليتي، il dit، هو هيقول جو سوي فرونسي، لان هو اللي هيرد على السؤال بتاع الجنسيه. في السؤال اللي بعد كده بيقول انا مي، تي دي موند صديقه بيسالك على اي قاره بتقع مصر، فبتقول طبعا افريكا، مون بيي يعني بلدي، مون بيو بلدي سي تروف او ايتان افريكا، بتكون في افريقيا. يبقى هناخد نمرو ا. تي ديموند ان توريست سا ناسيوناليتي، بتسال سائح عن جنسيته، فبتقول له كالي فوتر ناسيوناليتي، ما جنسيتك، نمرو ا. تي ديموند ا تون بروفيسور لا بوزيسيون دو لا فرانس، بتسال زميلك او مدرسك، مدرسك لا بوزيسيون يعني موقع فرنسا، تي دي انت بتقول الي او نور ويست دو لوروبا، يعني هي في الشمال الغربي من اوروبا، ده انت اللي بتقول وانت اللي بتسال، يبقى هتسال او اين تقع فرنسا، يبقى رقم دي اللي انا هاخدها. تون امي، صديقك تي دي موند بيسالك اسيا هي ايه، فانت بتقول له دي قاره، جرون كمان، قاره كبيره. بعد كده عندنا لو بير دو كامي والد كامي اي دورجين، احنا اتفقنا ان اورجين بتاخد بعدها صفه مفرد مؤنث، يبقى فرانسيز. لامي دو مي بارون يعني والد صديق والدي، بيكون عايز صفه مذكر، هاخد كلمه روس. مون فوازان جاري، مون فوازان يعني جاري، اي بيكون طبعا مذكر هنا، فهختار كلمه انديا يعني هندي. إليه هو بيكون برضه هختار مذكر، يبقى سويسري، سويسري، لأن احنا عارفين إن سويسري وبلج وروس الثلاثة دول مذكر زي المؤنث فيهم.
ما سير أختي أن أين كورسبوندونت، كورسبوندونت يعني مراسلة، فمراسلة هنا مؤنث يبقى هاخد ليبانيز. جانوفو سيبر كوبا، يعني أنا عندي صديق على النت إلي دي إين ناسوناليتي، هو من جنسية، طبعا هختار بعدها صفة مفرد مؤنث فهتبقى أمريكان. لا بلجيك، بلجيكا ايتام بي اوروبيان، بتكون بلد أوروبية، وطبعا أنا بصف كلمة بلد فهختار بعدها صفة مذكر. مون اونكل باغلا، يعني عمي يتحدث، مون اونكل باغلا عمي يتحدث لا لونغ فرانسيز، اللغة الفرنسية، لأن الصفة هنا عايدة على كلمة إيه؟ لا لونغ، لغة. جان كوبا إيطاليان، لأن أنا بصف الكوبا اللي هو الصديق. توم فرير اتوا، اي اسم زي اتوا يعادل الضمير فو، فهناخد فعل في اخره اوزاد. جو بعدين ا الكسندري ان فاكونس، يبقى جو في، طبعا التصريف ده فيرب الي مع الضمير جو. نو زابيتون اخرها او ان اس، توا طبعا مع تي هتبقى تي، انت تكون. علي وانا نو هناخد فعل في اخره او ان اس، نو زالو. رانا وسامي دي بتعادل الضمير الى فيك اس هتبقى سون. توت لا فامي دي مفرد، كل العائلة دي مفرد، لا هي توت يبقى مفرد، يبقى هصرف مع ال هي تبقى طا. فو زالي فعل في اخره او زاد، اون طبعا بتتصرف زي ضمير ال هنقوله اون فا. مون امي صديقي بيكون من جنسية فرنسية، اي طبعا ده تصريف فيربات. ميكوبا هناخد فعل في اخره او ان تي، يبقى ميكوبا ابيت. نو بعدين سويس هنبقى نو سون، ده تصريف فيربات طبعا. ميكوبين هتاخد سون، لان ميكوبين بتعادل الضمير الافيك اس هن. جي باس مي فاكونس اباري، المدن بتاخد حرف الجر ا طبعا. السين دي دولة هتصبح بحرف الجر اون. الفا وبعدين كامبود، احنا عارفين انها مذكر فهتاخد او. ابيت لندن، لندن هتاخد ا لانها مدينه. فا اوزي تازونين طبعا بتاخد او، ابيك اكس البلاد الجامع بتاخد او. اللي بعدها طبعا ابيت او سنغال، لان السنغال مذكر. سويس هنا طبعا اللي هي سويس دي مدينه هتاخد حرف الجر ا. أرجنتين هتاخد أون مبدوع بحرف متحرك، بيبا طبعا بتاخد أو اللي هي فيها إكس في الآخر. اليابان بتكون في آسيا يبقى أون. وزيت أبردو، بردو دي مدينة في فرنسا. إيطالي، إيطاليا طبعا هتاخد أون مبدوع بحرف متحرك. أسوان دي مدينة بتاخد حرف الجر أ. موريتانيا دي دولة طبعا هتاخد أون. كوبا طبعا بتاخد أ عندنا لأنها جزيرة، كوبا وقبرص ومالطا دول طبعا جزر فبياخدوا عندنا حرف الجر أ. أمريكا طبعا قارة تاخد أون. أوروبا برضو أمريكا دولة هنا هتاخد أون لأنها مبدوعة بحرف متحرك، أوروبا هي القارة وبتاخد أون. بعدها أبيت طبعا جزر الأنتيل دي طبعا هتاخد أو لأنها جزر جام. البرتغال هتاخد أو لأنها مذكر. لوكسور بتاخد أ. فرنسا طبعا هتاخد أون. عندنا افريقيا هتاخد اون لانها قارة. طوكيو طبعا دي مدينة فبتصبغ بحرف الجر اه. طبعا الكلام ده قلناه قبل كده في الشرح مع بعض، فيعني احنا مش بنحل بسرعة على اساس ان احنا بنقول ان انت عديت على الحاجات دي. طبعا هنا عندنا كان، كان دي مدينة كان الفرنسية طبعا بيعقد فيها المهرجان بتاع السينما، وهتاخد ا لانها مدينه في الاجازه. طبعا القاهره مدينه بس مذكر هتاخد او. طبعا الي فوتوغراف زيمبابوي طبعا عارفين انها مذكر تاخد او. اليجري الجزائر مبدوعه بحرف متحرك تاخد اون. السودان بتاخد او لانها مذكر، دوله مذكر. الامريكتين هنا تاخد او فيها اكس لانها جام. العراق طبعا مبدوعه بحرف متحرك ياخد او. جي باس لو ويكوند، انا بقضي عطلة نهاية الاسبوع في نانت طبعا لانها مدينة طبعا. شيبر لا قبرص طبعا دي طبعا هتاخد حرف الجر ال. كاميرون مذكر طبعا من الدول المذكر. روما طبعا مدينة هناخد ا. لوجيبت ايتام بوبيي بلد جميلة، عشان هنا بو لانها بتصف كلمة بيي وبيي مذكر اهي. عندنا باريس بتكون مكان المفضل، مكان مذكر يبقى هناخد بريفيري. لونج طبعا احنا عارفين انها مؤنث هتاخد لا. اورجين هتاخد هنا سون لانها مبدوعه بحرف متحرك، والمبدوع بحرف متحرك دايما استبعد ما وطا وصا. سويسرا طبعا احنا عارفينها مؤنث فهتبقى لا سويسا.
بعدها دوكال ناسيوناليتي تي اي، من اي جنسيه انت تكون، واحنا قلنا دوكال دايما بتاخد فيرب اتر. اليا يوجد كومبيان دو فيل اون ايجيبت، كم مدينه في مصر. وبعدين باغل لاراب يبقى من يتحدث اللغه العربيه، كي باغل لاراب يعني من يتحدث اللغه العربيه. اي تون ادريسا طبعا هاخد كال، بعدها اي تافيل مدينتك، يبقى هنقوله كومون يعني كيف تكون مدينتك، كومون يعني كيف، يبقى هناخد كومون. تو فيزيت لوجيبت، انت بتزور مصر، يبقى متى تزور انت مصر، هي دي مش اين. طبعا لو ترجمت ادوات استفهام هتلاقي الدنيا بقت سهله بالنسبه لك. فوز اشيتي ان كارت، يبقى لماذا انت اشتريت خريطه. تي في كوا، انت بتعمل ايه. تي في كوا اللي بعدها، سوتروف لو سودان، يبقى او سوتروف لو سودان. اللي بعدها تي ديسان، ترسم، يبقى ماذا ترسم، لان انا بسال عن مفعول مباشر والكاسك بتسال عن مفعول مباشر. ايه لا كابيتال دو لإيطالي، عاصمة إيطاليا، يبقى ما عاصمة إيطاليا، كالي لا كابيتال دو دولا إيطالي. عندنا بعد كده مكتوب تي فا أو سينما، تذهب إلى السينما، يبقى متى. اللي بعدها كال لونج، أي اللغات. اللي بعدها كال ناسيوناليتي فوزات دو كال، هنا هناخد دو كال عشان فيرب اتر زي ما قلنا قبل كده. اسكو سي، كاسكو سي طبعا، كاسكو سي ما هذا. بعدين دو كالورجين، من اي اصل، دو كالورجين. اللي بعدها سير كال كونتينون، يعني على اي قاره هاخد كال المذكر. جينا للجزء اللي انت بتكتبه، سير كال كونتينون اي تون بي اي، السؤال ده موجود في المواقف كتير جدا. على اي قاره بتوجد بلدك؟ هنقوله طبعا سيت ان افريك، انها في افريقيا. كالي لا كابيتال دو تومبيو، يبقى لو كير اي لا كابيتال دو مونبيو. كالي لا ناسيوناليتي دو تون نوفو نوفال امي، ما جنسية صديقك الجديد، يبقى الى هو يمتلك لا ناسيوناليتي فرانسيز، او الي فرانسي هو فرنسي. اين هو يسكن؟ الى بيتا باري، هو بيسكن في باريس. وهكذا هكتب ايميل طبعا عشان اتكلم عن بلدي، والايميل ده موجود عندك. قدم طبعا جارك الاجنبي زي ما قلنا، هستعمل الجمل عليه. هنحل الامتحان، ولو في اي مشكله فيه هنتابع مع بعض باذن الله، ونقوله لو في اي اسئله صعبه فاضل لنا درس باذن الله نخلصه، ونبدا نراجع على منهجنا مراجعه جزئيه واحده واحده، وبعد كده هنعمل مراجعه شامله واسئله في الفتره القادمه. ما تنسوش دعمنا، ميرسي بورفو، شكرا لدعمكم دايما لينا، وروفار في حلقه قادمه.